السلام عليكم احلى عيله في الدنيا كلها. النهارده خبر يعني بالنسبه لي انا من اكتر الاخبار يعني اللي فرحتني بصراحه. شابوه للقضاء الكويتي وشابوه للقانون الكويتي وشابوه للناس المحترمين القائمين على القانون هناك والقضاء والنيابه وكل من يعني ايه اللي شارك في الموضوع ده، سواء من القضاء سواء من الشرطه سواء من اي حد ليه اختصاص في الموضوع ده. شكرا انكم بتعرفوا تجيبوا حق المصريين اللي موجودين عندكم من الاشكال الضالة العنصريين اللي بيحاولوا يكرهوا الناس في بعض، اللي طول عمرهم المصريين والكويتة في البلد نسيج واحد وبينتجوا وبيكبروا البلد مع بعض، وفي ناس كده بتخش في النص معروف هم عايزين ايه وبيقبضوا من مين وبيعملوا ايه. فواحدة زي دي معقدة من المصريين هناك بسبب المدير بتاعها اللي بقى يخصم لها نص مرتبها عشان عنده ضمير، لانها ما بتروحش الدوام ولما بتروح تقعد ساعتين وتمشي، وزيها زي ستات كتير هناك ولكن بيتطرمخ عليهم عشان الناس تاكل عيش. بس في ناس عندها ضمير وناس بتقولك ماشي حالك او اكل عيش وخلاص، واحنا في بلدهم بس انت بتعمل اللي عليك، لان في الاخر اللي بتاخده من الحكومة زيادة انت ربنا هيحاسبك عليه، لان حكومة الكويت امنتك في يوم من الايام على المكان اللي انت بتشتغل فيه. دلوقتي ريم الشمري اتقبض، ريم الشمري عشان الناس بتقولي الشمري مش الشمري عشان بيزعلوا قوي من الكلمة، اتقبض عليها امبارح من حوالي بالظبط تقريبا اكتر من 24 ساعة، يعني حوالي 36 ساعة في الحدود دي، واتحجزت يوم اللي هو لحد النهاردة لحد ما يتم التحقيق معاها من قبل النيابة بسبب اساءتها للمصريين اللي موجودين كجالية واساءتها للدولة المصرية وللكيان المصري. طبعا بعد الوساخة اللي طلعت منها وقعدت تقول لك السد فين والمية وهيمنع عنكم المية، ادي السد بيتملي وان شاء الله هيتضرب قريب جدا، وافتكروا كلامي، ولو مش هيتضرب مصر حصتها مش هتتضرر من النيل، وليها حلول كتير وان شاء الله الناس شغالة ما بتسكتش، ومصر بتحارب في 30 جهة مش في جهة واحدة. عشان الناس بس اللي مش فاهمة حاجة، انتوا لحد دلوقتي مش عارفين مصر بتحارب فين وفين، فلما تطلع الاشكال الضالة دي ونلاقي القضاء الكويتي الشامخ المحترم يجيب حق المصريين فشكرا ليكو، وبنعتذر عن اي حد مصري اساء اليكو، ولكن الناس اللي عندكو هي السبب، هي اللي بتعمل الفتنة، واي حد بيحب يتشهر بيجي حكاها في مصر، واي حد سواء مطرب سواء ناشط سواء واحد بيشغل سناب ما بيعملش اي حاجة في حياته، اي حد تافه عايز يتشهر يطلع يتكلم عن المصريين، زي ما شهرنا الواد احمد حجازي الواد التوتو موتو ده اللي هو فاكرين اللي هو اللي كان ماسك الكاس، انا اشرب شامبين في باغي وانتوا قاعدين تاكلوا العدس والحسرم، والواد يعني اتنفخ برضو من ساعتها ما بلوش صاحب في مزبلة التاريخ. وانت يا ريم يا شمري انت واللي زيك في مزبلة التاريخ. طبعا احنا المصريين هنقول شمري معلش عشان احنا مش متعودين على الاسم، فكده كده حبيت بس اوصل لكم الموضوع ده. ومبارك البغيلي قبليها على فكرة، الناس اللي متضايقة منه برضو يوم 10 ابريل اتقبض عليه وخد 15 يوم على ذمة التحقيق وخرج بمحل سكن اقامته بضمان محل سكن اقامته بكفالة، والقضية لسه شغالة عشان الناس بس ايه ما تقولش انتوا ساكتين ليه على مبارك البغيلي. واما الصحفي اللي كان شبه البقرة الحلوب ده اللي هو نادر ده لسه برضو ايامه جاية قريب، انا مرضيتش اطلع ارد عليه لان مش كل واحد سفيه ملوش اي 30 لازمة في الوجود يطلع تشدي على علينا وعايز يتشهر على قفانا. فاي حد هيطلع يسول له نفسه ويشتم مصر يشتم اهل مصر يشتم المصريين يغلط في اي حاجة تخص مصر هنطلع نرد عليه، حتى لو هو من علية قوم العالم، لو هو ترامب نفسه، لو هو ادخن تخين في الدنيا يطلع يغلط في بلدنا هنطلع نرد، ومفيش اسهل من الشتيمه ومفيش اسهل من قله القيمه ولا الكلام ده كله. حبيت اوصل لكم الخبر السعيد ده واتمنى تتبسطوا، والناس اللي كانت بتتريق
وتقول ان انت بتقول هيتقبض عليها، هيتقبض عليها، والموضوع قعد ده شهر بس في الاخر اتقبض عليها، وفي الاخر برضو انتصرنا عليها، وفي الاخر طلعنا احنا اللي على حق وهي اللي على باطل، عشان كده طلعنا وانا جبت لكم حاجات ما حدش جابها في اي قناه تانية عشان تعرفوا الحقيقه فين، والبنت دي ليه معقده كده. ها العانس، يلا نلم من بعضينا يا جماعه ونجيب لها عيش وحلاوه، عشان ايه؟ ولا تلاقيها يعني مش متعوده، ولا نجيب لك كبسه، ولا منسف، ولا ايش بدك، مثلوث، مبخوس، مفشوخ، كل حاجه والله اللي بدك اياه نجيبه لك. شوف انت نفسك في ايه، اي حاجه برز بسمتي نبعتها لك، مفيش اي مشكله عادي جدا. لو عايزه رز هندي انا عارف انتوا بتحبوا الهندي، فاي حاجه هندي احنا مع اي حاجه انتوا عايزينها احنا معاكم. طبعا الكلام للاشكال الضاله، اما الناس المحترمه ففوق دماغنا. الكويت الاصليين اللي هو عددهم لا يتعدى 400,000، اللي هم المحترمين مش المتجنسين ولا البدون ولا الكلام ده، الناس المحترمه دول على دماغنا من فوق، واي حد قليل ادب ملناش دعوه بيه. السلام عليكم.